إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى ألف خير إن شاء الله. اليوم إخواني عندنا هاد البانيني هذه بهذا الشكل. المشكل اللي مطرح فيها إخواني هو أننا بعد ما تركبوا لها البريز ديالها إخواني، تحاجة ما تتشعل، هاد لي لامب هادو ما تيشعلوش، السخونية ما كتطلع ليناش لا هنا ولا هنا. اذا خليكم معايا اخواني، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه كيفاش يمكن لينا نعرفوا هذا الهطب. اذا اخواني، كل ما غادي نقوموا به ان شاء الله هو بعد ما نحيدوا هذا البريز هذا، غادي نقوموا بفتح ديال هذا لابواط اللي تيدخل فيها البريز. نشوفوا اولا اخواني واش الكابل تيوصل مزيان او لا. لا، اذا غادي نقوموا بالفتح ديال هذا الفيس هذا. عندنا هذا فيليب، هذا الفيس هذا تيب فيليبس، نفتحوا اخواني. هذا كذلك غادي يبقى لينا هذا اخواني، هذا النجمه غادي نحاولوا اننا نديروا له طورنوفيس سبيسيال ديالو. هنا اخواني غادي يكون كاين واحد اخر، ها هو حتى هو نجمه. اذا ها هو اخر اخواني، اذا كما كتشوفوا اخواني بعد ما فتحنا كنلقاو هنا لاريفي ديال الكابل. اذا كل ما غنقوموا به اخواني هو اننا غادي نستعملوا لاباراي ميتريكس ديالنا في لو مود كونتينيتي، وغادي نشوفوا واش الكابل ديالنا، واش الكابل ديالنا تيوصل ولا ما تيوصلش. اذا اخواني نديروا لابين هنا في لونطري ديال البريز ونعبروا. هذا سيوصل وهذا ثاني حتى هو سيوصل. بقى لنا هنا لا ميزا لا طير حتى هو سيوصل مزيان. للاشاره اخواني، بعض الاخوان طلبوا مني واحد الاشكال في التعليقات، هو انه قال يعني بمجرد انه تيركبوا البانيني، الات البانيني او لا بعض الالات المختلفه، غير تيركب البريز تيطيح الضوء. الاخوان المشكل راه ممكن يكون على شكل كوت سيركوي، يعني الخيوط ديال الفاز والنوتر تيتلاقاو وهذه راه غادي طيح الضو. المشكل ديالها يعني كل ما علينا هو كنحلو وتنقلبو وغنلقاو شي حاجه راه كتقيس. اولا المشكل اللي هو شائع وكثير هو اننا تلقاو لا ميزا لا طير. لا ميزا لا طير اخواني، هاد لا ميزا لا طير هادي مع لو فاز اولا لو نوتر كيكونوا كيتقيسوا، سواء كيتقيسوا هنا سواء هنا سواء لداخل، حتى هذا راه مشكل كيجعل ان الكهرباء طيح لك في الدار او الديجونكتور ديالك الكبير يطيح في الدار. اذا نكملوا اخواني، هنايا لقينا الكابل ديالنا خدام مزيان. اذا كل ما علينا اخواني هو اننا غادي نفتحوا ان شاء الله من هذا المكان، هذا غادي نفتحوا هذا باش نطلعوا على لا ريزيستونس من الداخل ونشوفوا الاشكال فين كاين بالضبط. اذا غادي نقوموا بالفتح ديال هذا تي في سالو. اذا قبل ما فتحنا هذو كنحيدو هاد، تيبقاو لينا هنا فيسات اخرين اخواني، غادي نحاولوا اننا نحيدوهم. كاين عندنا هذا وكاين هذا، اذا بعد ما حيدنا هاد الفيسات بقى لينا اخواني الا اننا غادي نطلعوا على البلاك ديالنا من الجهه التحتانيه وغادي نشوفوا لا ريزيستونس ديالنا كيفاش دايره. اذا نتمنى اخواني انكم تكونوا يعني كتشوفوا معايا شنو كاين هنا بالضبط. هنا عندنا اخواني لا
لونتري لا ريزيستونس 1 ولونتري لا ريزيستونس 2. هنا لي زاريفي اللي جايين من هاد الجهه اللورانيه، وهنا طلعوا الريزيستونس الثانيه. كل ما في الامر اخواني هو اننا غادي نشوفوا واش هاد لا ريزيستونس هذه مازال في حاله جيده. اذا نستعملوا لاباري ميتريكس ديالنا في لو مود اون متر اولا في لو مود كونتينيتي نيس، وغادي نشوفوا غير واش غادي افيشي لنا. هيا هنا سطينا دونك غادي نعبروا هنا اخواني ونشوفوا لا ريزيستونس ديالنا. هي كتعطيني اخواني 39 اوم، دونك لا ريزيستونس ديالنا راه مازال في حاله جيده، وهذا ما يدل على ان غير شيء ما غادي يكون ان بروتيكسيون ما كتوصلش مزيان اولا شي حاجه بحال هذا الشكل. لاحظوا معايا اخواني انه هنا بالضبط هنا من تحت هاد لونفولوب هذا الى حلينا تلقى واحد الشيء اللي هو كما كنقول له هو بيت القصيد. عندنا هو هاد لا ريزيستونس فيزيبل اولا المقاومه الفيزيه هي هذه اخواني. هذه راه حنا غادي نقوموا دابا نعبروها ان شاء الله وغادي تشوفوا الفرق اللي كاين اخواني. اذا كل ما غادي نقوموا غادي نوضعوا هنا لابين ا لابين 2. اذا اخواني هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هي هاد لا ريزيستونس فيزيبل هذه، ها هي راها ضايعه قطعه. اذا كل ما غادي نقوموا به هو الا عندنا غادي نبدلوها، ما عندناش غادي نديروا لها واحد لاشانت هنا، يعني غادي غير نحاولوا اننا ندوزوا الخيوط مباشره هكا، ندوزوا الخيوط مباشره اخواني هكا، ونعاودوا نطلعوا عليها لونفولوب وغادي نعمل بعد غادي نحاول انني نسي هكا، غادي نحاولوا اننا نعاودوا في هذه الحاله هذه نحاولوا اننا نسيو نحاولوا اننا نسيو البانيني ديالنا، نركبوا لها البريز ديالها. هانتوما كيف ما كتشوفوا اخواني ها لونبول ها هي شعلات، دونك المشكل حنا عرفناه بالضبط، عفوا المشكل حنا عرفناه اخواني فين كان بالضبط. حنا غادي نقلبوا هنا الحراره ونشوفوا. اذا اخواني ها هي الحراره بدات كطلع هذه في هاد لا ريزيستونس اللي خدمنا فيها وحتى في هذه. اذا المشكل هو بالضبط عرفناه اخواني فين كاين. اذا غادي نحيدوا هاد البريز هذا من المكان ديالو وغادي نجيو نعاود نوريكم اخواني بالضبط المشكل فين كان. اذا هانتوما اخواني المشكل هو كان عندنا في هاد المقاومه هي هادي، هاد المقاومه الفيوزيه كنبدلوها ولا لا ما كانش عندنا تركبوها مباشره، يعني الخيوط كندوزوهم مباشره. نتمنى اخواني انني كنت وفقت، يعني دابا ما بقى لينا اخواني حتى شي حاجه، ما بقى لينا الا ان غادي نردو دوك لي فيس للمكان ديالهم ونجمعوا الجهاز ديال البانيني ديالنا وهالامور رجعت مزيانه. نتمنى اخواني انني نكون وفقت باش نعطيكم يعني باش نوصل لكم العطب بالضبط والطريقه باش يمكن لينا نحلوه، وتكونوا تبعتوا معايا الحلقه دقه دقه. شكرا على التتبع ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.